كل هذا يفعله الاحتلال، لا يأبه بأحد، ما زال يعني يمنعه من الوصول إلى المستشفى الوحيد أو المركز الطبي الوحيد للولادة، وهو مركز الصحابة الطبي. عندما نحاول تشغيل مستشفى الشفاء ولو بالحد الأدنى، يعرقلنا، يطلق الرصاص بدبابته من شارع الجلاء. بالأمس أيضا طائرات الكواد كوبتر الصغيرة استهدفت مولدات الطاقة، مولدات الكهرب في مستشفى كمال عدوان. بقي مولد صغير نشغل له لحالات الحضانة الستة، الأطفال الذين موجودين. كنا بالأمس عملنا محاولات حثيثة جدا لإدخال السولار للمولد قبل أن يموت هؤلاء الأطفال. لحقناهم في اللحظات الأخيرة، ويعلم الله، بعد جهد جهيد في إدخال بعض السولار عبر فوهة في الجدار، لحقناها في جدار كمال العدوان، وقدمنا ما يقارب 100 لتر هناك، حتى يعني نضعهم في مولد الكهرباء الخاص بالحضانات. كانت لحظات فارقة بيننا وبين موت هؤلاء الأطفال. الحقيقة نحن يعني في أزمة كبيرة جدا وكارثة صحية، نحاول أن نفعل ما نستطيع، لكن الاحتلال لا يتركنا في حالنا.